مرحبا. كل يوم بلبنان في تطور جديد على الساحة السياسية، الاقتصادية، المالية، الأمنية وكتير أمور تانية. التدقيق الجنائي هو المحور الأبرز يلي مستحوذ على المشهد بالساحة اللبنانية الداخلية وحتى الدولية. ضيف اليوم بي رح نبقى سوا الدكتور خليل حمادة، خبير دستوري وقانوني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. رح نجرب اليوم نتوجه مباشرة للمشاهدين، للعالم، الناس يلي عتلانين هم مثلنا، مثل حيالله شخص لبناني، عن كل الأمور يلي عم يمرقوا فيها، إن كان أمور مالية، اقتصادية، قانونية، دستورية، وأمور كتير أخرى أبرزها مثل ما قلت التدقيق الجنائي. بدنا نشرح التدقيق الجنائي اليوم أنا وياك بالحلقة. نعم. مهمة صعبة؟ لا أبداً، بالعكس مهمة هينة، مع أنه عم بيجربوا يصعبوها كتير. أنت بتعرفي ب 26 3 مارس. نحن رح نحكي بالتفصيل عن هذا التشريح أكيد. بس إذا بتسمح، لأنه كمان الحدث اليوم فرض نفسه وكمان عن التدقيق الجنائي، المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة بيروت والشعب اللبناني، هيك هو عنوانه يلي كنا عم نستمع له قبل دقائق من إطلاق الحلقة ومن انتهاء نشرة الأخبار. رح نرجع نستمع لكلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولكلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون يلي كانت يعني بإطار هذا المؤتمر الدولي الثاني مثل ما قلنا بفرنسا يلي صار عبر الفيديو. رح نستمع للكلمتين وبنرجع لرح نبقى سوا. إن هذا الدعم دعمنا جميعنا سيستمر إلى جانب الشعب اللبناني، ولكن لن يحل أبدا مكان المسؤوليات التي تقع بثقلها على قادة البلد. إنه المؤتمر سيكون هناك بالتأكيد مؤتمر ثان للاستجابة إلى هذه الاحتياجات الضرورية، ولكن كل ذلك لن يحل مكان التزام القوى السياسية اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، مما يستدعي تشكيل بأسرع وقت ممكن حكومة وتنفيذ خارطة طريق الإصلاحات التي بدونها المساعدة الدولية الاقتصادية لن تتمكن من الوصول إلى لبنان. أنا أؤكد على هذه الالتزامات التي تتعلق بالإصلاحات والتحقيق في أصل وفي أسباب هذا الانفجار. حضرات السعادة، سيداتي، سادتي، أود بداية أن أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس وصديق إيمانويل ماكرون للدعم القوي والمستمر الذي يظهره ويقدمه للبنان من دون هوادة. وعلى الرغم من العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسية، لا بد لها من النجاح وأن تستمر، لأن الأزمات التي يمر بها البلد قد وصلت إلى أقصى حد. ونعلم أن مستحيل ليس فرنسيا. أود أيضا أن أتقدم بالشكر إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، إضافة إلى رؤساء الدول المتواجدين هنا اليوم والذين أظهروا نيتهم الصادقة في تقديم العون للبنان وشعبه. إن الرسالة التي وجهتها إلى البرلمان اللبناني عقب توقف التدقيق المالي الجنائي قد لاقت إقبالا وإجماعا عاميا، وهذا بالتأكيد هذا الرهان الوطني الذي أتمسك به شديد التمسك والذي دائبت على المطالبة به منذ العام 2005 يتخطى النزاعات السياسية، ومن دونه لن تكون هنالك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان ولا حتى مع صندوق النقد الدولي. وقد جاء رد الكتل البرلمانية مؤيدا بالإجماع لتدقيق كامل وشامل، وإن هذا القرار سيتيح لتحديد المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي وسيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية. إنني مصمم
مهما كلفني الأمر على متابعة هذه المسيرة حتى النهاية لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أضحت رهينة لها بغطاء من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية. بالتأكيد إن مساعدتكم أساسية في هذا الإطار، وذلك عبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لجهة محاربة سرقة الأموال العامة وتعقب التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداء من 17 تشرين الأول. إن أولويتنا اليوم هي تشكيل حكومة من خلال اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة. فالمطلوب من الحكومة أن تطلق في الوقت عينه ورشة الإصلاحات البنيوية الملحة وإعادة إعمار بيروت، وتطوير أيضا خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية. سيداتي سادتي، إن المآسي الكثيرة التي حلت بلبنان والتي يواجهها اللبنانيون اليوم تفوق طاقتهم كما تتخطى قدرتهم على الاحتمال، فالصعوبات الاقتصادية أثقلت كاهلهم وأصابت مدخراتهم ووظائفهم وهددت مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. وفي خضم أيضا هذا الانفجار التي أضافت إلى مشاكلهم أيضا وأيضا انتشار وباء كوفيد-19 الذي ما زال يمعن بلبنان وبالعالم وقد ألحق الضرر على كافة الصعد، لكل هذه الأسباب التي أتت جميعها بطريقة كبيرة، إن مساعدتكم أساسية لكل الشعب اللبناني من الشمال إلى الجنوب. إن هذه المساعدة أساسية بغض النظر عن الآليات التي سيتم اختيارها، على أساس أن يبقى كل شيء بإشرافكم وإشراف الأمم المتحدة. ومن الجدير ذكره أن لبنان يفاوض حاليا 46 قرض وقدره 246 مليون دولار مع البنك الدولي لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي وأزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة أيضا إلى كوفيد-19، على أن تنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونحن نأمل الحصول على موافقة عاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي. اليوم إن لبنان ما زال يدفع الأثمان الباهظة جراء نزوح أعداد ضخمة من السوريين الوافدين إليه، ومن الملح اليوم أكثر من أي وقت سابق أن يحسم المجتمع الدولي قضية عودتهم إلى أراضيهم. إن بلدنا لبنان المستنزف لا يملك البنى التحتية ولا السبل المناسبة التي تخوله الاستمرار في استقبالهم أو حتى تقديم أي دعم لهم. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن لبنان أيضا بلد كل الإمكانيات ولا يعرف المستحيل، وتاريخنا يخبر أننا الشعب لا يتعب من النضال ليحافظ على وجوده. لقد دعوت اللبنانيين للنهوض معا ورفع الصوت في المكان الصحيح للضغط حيث يجب لكي نفوز بمعركتنا ضد الفساد، وهي المعركة
مصيرية للبنان. وها أنا اليوم ومن على هذا المنبر أطلب من المجتمع الدولي بأسره ألا يتخلى عن بلد الأرز وما يمثله من ثروة للبشرية جمعاء. شكرا. هذه كانت كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون بالمؤتمر الثاني الدولي لدعم ومساعدة بيروت والشعب اللبناني. قراءة أولية لكلمة ماكرون يلي انخرط انخراط كامل بالساحة اللبنانية، خليني أقول يعني أكثر من زيارة، وفي يبدو زيارة مرتقبة كمان لإله. كيف قريت هالكلمة؟ ترجمة عملية لهذه الكلمة؟ أكيد نحن بنقدر موقف الرئيس ماكرون، بنقدر كل اللي عم بيعملوا على لبنان، بس أنا برأيي يعني كمان في إجراءات أو أمور أخرى في يكون فيها الرئيس الفرنسي، خصوصا لما إجا على لبنان مرتين وحكي بحكومة مهمة، حكومة اختصاصية. شو هي المهمة؟ المهمة هي محاربة الفساد وإجراء الإصلاحات اللازمة. طيب هل محاربة الفساد وإجراء الإصلاحات اللازمة بتكون بنفس الأشخاص يلي هن وصلوا البلد لهون؟ ما ننسى أنه حكومة سعد الحريري هي يلي وصلت البلد لهون، ولو مشي بالخطة الإصلاحية هو يلي اقترحها هو شخصيا بعد التحركات يلي صارت قبل ما يستقيل، يمكن ما كنا وصلنا لهون. طب طرح خطة إصلاحية ما مشي فيها وغاب سنة ورجع اليوم عم يعرض حاله المنقذ. أنا أوكي قبلين أنه الرئيس الحريري يكون المنقذ، بس لما أشوف الفريق يلي جاي مين بده ينقذ البلد، طيب يعني هون في علامات استفهام، وهون لازم يسأل الرئيس ماكرون حاله أول شيء ما هي المهمة، ثاني شيء ما سمعنا من الرئيس سعد الحريري بعد شيء عن خطته يلي بده يمشي فيها. اصلا يقال انه وكانه البعض عم يسأل وكانه غايب الرئيس المكلف سعد الحريري عن المشهد. يعني مش بس غايب، يعني الرئيس الحريري ما بعرف هل هو عم بمرق الوقت، هل منتظر عوامل خارجية، هل مثل ما عم بيقولوا منتظر انه يستلم الرئيس بايدن الحكم بامريكا ليشوف شو بده يصير، هل خايفين من شيء او منتظر ضوء اخضر، ما بعرف. بس يلي بده يشكل حكومه بيتصرف بغير هالطريقه. بعدين بيجوا بيقولوا لك انه طيب خلي الرئيس الحريري يطلع بالتشكيله عند الرئيس عون، يحط له اياها ويشوف اذا بوافق عليه ولا لا. بدنا نرجع العيد للمره الالف، حامل الدستور اللبناني جايبه معك الدستور، وهيدا شو بقول للمرة الألف، المادة 53 فقرة 4 من الدستور بتقول يشكل الحكومة باتفاق مع رئيس الجمهورية. شو يعني اتفاق؟ فيني اتفق أنا وياكي على أمر بدون ما تكون أنت موافقة وأنا موافق. رئيس الجمهورية يشكل الحكومة مع الرئيس المكلف، ولذلك رئيس الجمهورية عنده التوقيع. إذا الرئيس بعدين أضف إلى ذلك بموجب مادة 49 من الدستور، الرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور ووحدة وسلامة أراضي واستقلال لبنان. طيب بالدستور شو بيقول الدستور؟ الدستور بتبلش من مقدمة الدستور، من الفقرية من الدستور بتقول لا شرعية لا سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. المشترك صحيح. بتروح إلى المادة 95 بتقلك تمثل يعني بشكل عادل، تمثل الطوائف وتمثل بالحكومة بشكل عادل. طيب اليوم يعني إذا رئيس الجمهورية شاف في أي خلل بتشكيل الحكومة، أول شيء بصفته حامي الدستور يسهر على احترام الدستور، ولا ممكن يوقع على تشكيلة وزارية تناقض أحكام الدستور ولا تراعي أحكام الدستور. ثانيا رئيس الجمهورية بالمقلب الآخر له كلمته ورأيه بتشكيل الحكومة، بالمشاركة بتشكيل هذه الحكومة. لذلك اليوم الأصوات اللي عم تطلع أنه رئيس الحكومة يطلع بتشكيله ويحط عند رئيس الجمهورية، لا، رئيس الجمهورية ليس بمتلقي مثل ما طلع ببيان كتلة لبنان الأول، ليس بمتلقي. رئيس الجمهورية مقرر مع رئيس مجلس الوزراء، والتوقيع الأخير لرئيس الجمهورية بهذا الموضوع بالتشكيلة الحكومية. نعم، يعني اليوم التشكيلة الحكومية يجب أن تراعي وحدة معايير لتشكيلها بين كافة فرقاء اللبنانيين. لذلك لما الرئيس المكلف بده يتعامل مع الفرقاء بطريقة مختلفة، هون انت معك خبر
بكل الحكومات يلي بتتألف لتاريخ اليوم، الرئيس بري الأسماء بيبعتها على القصر الجمهوري وهن عم بيصدروا مرسوم من ربع ساعة الأخيرة، هن عم بيصدروا مرسوم تأليف الحكومة، ما حدا بيعرف مين الأسماء. وهيك هلا لما يطلع الرئيس الحريري يقول انه انا عم اصلا طلع عمره بيان انه لا نحن الثنائي الشيعي، نحن اللي بننقي الوزراء تبعنا، يعني الرئيس الحريري ما في يعني يعمل مقاربة مختلفة مع الكتل بتألف. رح نخلي محور عن نعم. الحكومة والتفصيل وتجزيء نعم. بس انت كنت عم تسأل بما انه الرئيس الفرنسي انه هيدي الحكومة المهمة كيف رح ينفذها من يعتبر شريك بهذه السياسات على مدى سنوات وسنوات؟ لقلك صحيح، يعني هذا المنطلق الأساسي اللي عم أنا بدور بالنسبة لإلي براسك. بالنسبة لإلي هون بنرجع لتنفذي، يعني هذا الموضوع بيرجع بيرجعنا إذا بدك لتدقيق بحسابات مصرف لبنان. اليوم التدقيق الجنائي، لأنه في نوعين من التدقيق، كنت عم بشرح لك انه لا بس بدقيقة كيف صار المسار بضغط من رئيس الجمهورية وبطلب وبإصرار من رئيس الجمهورية، اجتمع مجلس الوزراء اخذ قرار ب 26/3/2020، القرار رقم 3 بسير بالتدقيق، القرار رقم 3 بتكليف وزير المالية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ليفوت يشوف شو السبب الذي أدى إلى هذه الأزمة بحسابات مصرف لبنان، إلى هذه الأزمة الاقتصادية والمالية، والوقوف وإجراء تدقيق تشريحي جنائي لحسابات مصرف لبنان. واليوم لما تقولي تقرير جنائي، يعني نحن بعلم القانون، لأنه صار في تكليف، لا أول شيء الإذن عطى لوزير المالية، عطى للتعاقد مع شركة كرول، صحيح، يلي هي شركة معترف عالميا فيها بهالمجال هيدا، بس حاربوا على الشركة علاقتها بمكاتبها بإسرائيل وهيدا الموضوع، فرحنا على ألفاريز وتعاقدوا مع شركتين أوليفر ويمان وكي بي ام جي للتدقيق المالي. هلا بقت تبط الأمور وكرول عندها علاقات ما عندها علاقات، لا وصلنا لشهر 7، يعني أخذت 4 أشهر لتعاقدنا مع ألفاريز ومارسو. اوكي، بعد ما تعاقدنا معهم، اوكي، وكمان بعد اخذ راي هيئه الاستشارات والتشريع بوزاره العدل، لا وفاتت صارت كمان باللجنه بالهيئه يلي بدها تابع عمليه التدقيق الجنائي، واذ نتفاجئ انه لا في سريه مصرفيه، أنا ما فيني أعطي كل حسابات. هلا شو حسابات مصرف لبنان؟ خلينا نعرف شوي خطورة الموضوع، ليش عم بيحارب الحاكم ويلي عم يدعمه الحاكم. في قبل ما نفوت على هيدا التفصيل، نعم. في بكلمة الرئيس عون جملة كتير أكيد يعني معبرة، لأنه قايل إنني مصمم مهما كلفني الأمر على متابعة هذه المسيرة حتى النهاية، عم يحكي عن التدقيق الجنائي لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أضحت رهينة لها بغطاء من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية. مين ما بيعرفها هاي؟ هذا الرئيس عون. هذا هو الرئيس عون. هذا هو الرئيس عون. عطى مجال كل هالفترة، وصل لوقت قال بكفي، ما فينا نكفي بالطريقة اللي كانت دايرين فيها البلد، بدنا نحارب الفساد نقلع. يحارب وحيدا؟ نعم، يحارب وحيدا الجنرال؟ هلأ إيه بصراحة. ليش هالتمسك بعدم أعطاء؟ ليش ما عم بيساعدوا الرئيس بالمحاربة إذا فينا نقول؟ قلبك تفسره، هو ببرر ليه ما في مساندة ووقوف إلى جانب الرئيس عون؟ بدك تشوفي خفايا الموضوع. ما انا اذا بتخليني اشرح لك شو مصرف لبنان. تفضل. اكيد مصرف لبنان هو مصرف القطاع العام. مصرف لبنان في 3 نوع حسابات، وهون لب الموضوع. مصرف لبنان في حسابات المصرف المركزي كمصرف مركزي، في حسابات الدوله من وزارات ومؤسسات وصناديق وغيرها، وفي حسابات المصارف. يعني هودي 3 حسابات بده يفوتوا يدققوا فيهم يعملوا تقدير جنائي. بعدين شو التدقيق الجنائي؟ التدقيق الجنائي يعني في جرم واقع،
وقال له ما بنمشي بتدريب. وأحلى وأبلغ توصيف أعطاه رئيس الجمهورية بالكتاب يلي وجهه لمجلس النواب بموجب صلاحيته بالمادة 53 من الدستور. شو بيقول؟ بيقول الهدف من التدقيق الجنائي وفقا للتعريف الدولي هو اكتشاف عمليات الاختلاس والتزوير ونهب المال العام واسترداد الأموال المنهوبة أو المخصولة أو محاسبة المرتكبين، معتمدا في ذلك على أدلة حسابية مادية قطعية تتجاوز التدقيق المالي والمحاسب العادي إلى التوصيف الجرمي لحركة الأموال العامة من مصدرها إلى مآلها. مسلمين إنه في هودي كله يعني بس نعرف يعني مين. ثابت إنه في جرم. ونحن خلينا نتذكر ما بقى حدا عم بيحكي بشركة لازار يلي هي الاستشاري طبعا الحكومة اللبنانية التي تعاقدت معه، وهي يلي اكتشفت هالفجوة وهالأموال يلي مختفية بمصرف لبنان، وهن اللي عملوا يعني هن كانوا كمان مسار الخطة الحكومة الإصلاحية. نعم، ويلي توافقت يلي توافقت مع حسابات. ما تفكري انه صندوق النقد الدولي ما معه خبر بكل هالامور، لذلك كل العالم معه الخبر. لذلك صندوق النقد الدولي خلال 24 25 شهرين اجتماع يقول له نرجعوا اتفقوا على الارقام ورجعوا لعندي، لانه بيعرف شو هي الارقام ما بتبعها من 7-8 سنين صندوق النقد الدولي. لذلك يعني اليوم هالحسابات المصرف المركزي من المؤكد انه في اختلاس اموال، انه في جرم واقع. هدف التدقيق الجنائي هو اكتشاف شو صار بالضبط، كيف تم اقتراف هذا الجرم، من المسؤول عنه، من المستفيد، من المشارك، من المنفذ ومن المرتكب. هذا اللي بده يبينه التدقيق الجنائي. لذلك اليوم عم نتحجج بالسرية المصرفية. ذهبنا إلى المرجع يلي هو الاستشاري المستقل للدولة اللبنانية اللي هو هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل. هيئة التشريع والاستشارات ضحضت ذرائع مصرف لبنان الموثقة ضد التدقيق الجنائي لناحية قانون السرية المصرفية، قالت أنه قرار مجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي مبني على المادة 65 من الدستور يلي بتنيط صلاحية رسم سياسة الدولة العامة بمجلس الوزراء، ومنها بوضعنا الخاص السياسة المالية وزارة وخصوصا بظل الأزمة المالية والاقتصادية اليوم. وإلا شو شغلتها الحكومة؟ شو شغلتها وزارة المال؟ شو شغلتها؟ شو شغلتهم غير أنه يرسموا السياسة المالية؟ وبتزيد أنه بحالتنا الحالية بحالتنا أنه السرية المصرفية لا تشمل مخالفات عم بقول شو قالت بالحرف السرية المصرفية لا تشمل مخالفات المصارف والجرائم المالية التي ترتكب في إدارة الأموال من جانب المؤسسات المصرفية التي من ضمنها مصرف لبنان الذي هو مصرف القطاع العام. كمان برغم استشارة هيئة الاستشارات التشريع والاستشارات بوزارة العدل بقوا مصممين. هذا يلي خلى رئيس الجمهورية يوجه كتاب لمجلس النواب بواسطة رئيس مجلس النواب. وهون ما يربحونا جميلة معلش، لأنه بتسمعي أصوات وبيطلعوا على التلفزيونات بيقولوا استجاب مجلس النواب فورا لطلب رئيس الجمهورية واجتمع على الفور وأصدر قرار. يا أخي ما تربحونا جميلة، في المادة 145 من النظام الداخلي من مجلس النواب تنص على محر فيتو انه عندما يرتقي رئيس الجمهوريه بتوجيه رساله الى مجلس النواب بموجب صلاحيته بالماده 53 من الدستور على مجلس النواب اذا بواسطه رئيس مجلس النواب على مجلس النواب ان يجتمع خلال 3 ايام وياخذ قرار ردا على رساله أو. يعني ما فيهم يعملوا غير هيك. اجتمعوا بس وين القطب المخفيه؟ وين القطب المخفيه؟ نعم، اجتمع المجلس، مجلس النواب شو شغلته؟ شغلته يصدر تشريع، يشرع يعني يصدر قوانين. شو عمل مجلس النواب؟ مجلس النواب صدر قرار. مجلس النواب له حق يصدر قرارات،
ولكن له حق يصدر قرارات بالأمور الداخلية، يعني بيصدر قرار بطلب رفع الحصانة عن نايب، بيصدر قرار ببلغها للقضاء، بيصدر قرار بتأليف لجان، بيصدر قرار بتفسير مادة مثل ما طلب من مجلس النواب تفسير يعني شو هو اللي يكون فيه نصاب لنقول بالأمور الفلانية، أمور داخلية، أمور الداخلية. ليش؟ وهيدي لا تخضع للطعن أمام المجلس الدستوري، بينما القوانين تشريع القوانين تخضع للطعن. يعني اليوم مجلس النواب، بس شو عمل مجلس النواب؟ هيدا ما حدا بينتبه له بيحكي فيه، لأنه ما حدا بيشرح، ما زلنا عم نشرح. ما نحن قلنا بدك تشرح لنا اليوم كل الأمور حتى لبنانيين. شو صدر قرار بثلاث أربعة أسطر يفهموا مضبوط هالمعادلة اللي المشاهد فيها. معلش شي من شان مرة يسمع ويفهم شو قرار مجلس. صحيح. أول شي هيدا قرار مجلس النواب بيقول تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عاقل أو تغرع بسرية مصرفية أو خلافه. أوتوماتيكيا قرار مجلس النواب استبعد حسابات البلديات والمصارف والمؤسسات المالية وأي حساب مودع على مصرف لبنان. هذا يلي خلى اليوم التعميم تبع رئيس الحكومة المكلف، اليوم رئيس مجلس الوزراء، عفوا رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس المجلس، رئيس الحكومة المستقيلة يصدر بيان اليوم تعميم صح ليصلح على أمور أخذت معه من يعني نحن اللي شفناها. مجلس النواب كان الجمعة ب 27، نعم من الجمعة 27 أنا بس صدر البيان نحن شفناها هيدي. رئيس دياب أخذت معه لليوم لانتبه لها الموضوع. يلي قايل فيه يطلب إلى سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة، مؤسسات عامة، مصالح مستقلة، بلديات، اتحادات بلدية، مجالس وصناديق وإدارات ذات موازنات ملحقة الذين لديهم حسابات في مصرف لبنان إجراء ما يلزم مع هذا الأخير في سبيل إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب. ما انتبهتي على شيء هون؟ ما في مصارف. لا شو؟ مش بس ما في مصارف، ما في مصارف، والنظر مع هذا الأخير مع مين؟ مع مصرف لبنان. مع مصرف لبنان. طيب ما نحن مشكلتنا وين؟ ما مشكلتنا نحن مع مصرف لبنان. تيجي بتطلب من هودي كلهم البلديات والمؤسسات المالية وكذا، شوفوا مع مصرف لبنان لا تخضعوا حساباتكم لا مصرف لبنان للتدقيق الجنائي. طيب يعني معلش بعد الأحلى من هاي، لما يعني ما في غير الرئيس معلش عم بيشتغل بطريقة دستورية انه بعد كتاب رد المجلس، مثل ما اجي الرد تبع المجلس حولوا لمجلس الوزراء. مع انه لو بتسمح لي انه في البعض ما عجبته كثير هيدي الخطوه اللي قام فيها الرئيس، خطوه دستوريه واستعمل صلاحياته وعم بصر ومصمم مثل ما قال على موضوع هالقد مهم وهالقد يعني. طب رح لك اكثر من اساسا رح لك اكثر من هيك، شو كان مانع الحكومه تبعت مشروع قانون على مجلس النواب لا يصدر هالأمر بموجب قانون، ولو ما ماشي في مجلس نواب تعمل واجباتها كانت، لأنه يقال أنه هاي حكومة تصريف أعمال، بينما أنت متأكد أنه هذا الموضوع. هلأ رح نحكي عن تصريف الأعمال، رح نفتح نشرح كمان تصريف الأعمال، رح نشرح تصريف الأعمال بعد رئيس الجمهورية أخذ اشتغل دستوريا عنده صلاحية بالمادة 53، بعت الكتاب اجرد مثل ما اجرد حولوا لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء الوزير المختص وزير الماليه، كلف وزير الماليه. شو بيعمل وزير الماليه؟ بيوجه كتاب، تمنى على بيوجه كتاب لحاكم مصرف لبنان، نتمنى هو الكتاب ناقص، كان لازم يقول له بعد اذنك واذا ما في تقلي نتمنى عليك انه تنفذ قرار مجلس النواب. يعني معلش نحن عم نبرم مش بحلقة مفرغة هيدا الشيء دكتور، كلهم عم بيهربوا إذا بتشوفي من قرار مجلس النواب، عم بيهربوا من الكتاب الموجه من وزير المالية كمان. شو التمني؟ أنت سلطة تنفيذية، خذي لي المعجم العربي، شوفي لي كلمة تنفيذ. كلمة تنفيذ، مين السلطة التنفيذية؟ السلطة التنفيذية يعني أنت سلطة إجرائية،
يعني انت الاجراء عندك والتنفيذ عندك، انت وزير ماليه بتقول له بتمنى عليك لمين؟ لحاكم مصرف لبنان. انت وزير ماليه بتقول له لحاكم مصرف لبنان بتمنى اذا بتسمح تنفذ قرار مجلس النواب. طيب كيف بدك؟ ما نحن شفنا امبارح بالمقابله تبع رياض سلامه مع الحدث، يعني هل يعقل بعده الحاكم؟ شو بتتمحور؟ شو قال الحاكم بير؟ قال الودائع كلها موجودة بمصرف لبنان. طيب انت عندك عكس وزير المالية. ها؟ عكس وزير المالية. وزير المالية عم بقول انه هذا الاحتياطي. انا راح اقول لك معلش، من ميلي من ميلي بيقول انا وصلت للاحتياطي، وصلت على الحفة، حتى الدعم ما بقى فيني اتعب ضايم بعد شهرين. صح. طيب من ميلي تانية بيقول لي كل الودائع موجودة بالمصارف بس لن ترد إلى أصحابها بالدولار. بده يردها بالليرة اللبنانية. شو معناتها؟ معلش كمان خلينا نشرح. لما أنا جيت على المصرف حطيتك مصرياتي بالدولار، تجي أنت بتقليلي أنا ما برد لك، أنت مصرياتك موجودين، علما أنه أنا بطمنك، ما بدي يكون بتشائم، بس مصريات اللبنانية الودائع ما حيرجعوا يشوفوها الا بالقطاره مثل هلا بالمليونين 3 مليون ليره على 3900 اذا حظهم حلو، والا بياخذوها على 1005. طيب بيقول لهم بدي ردها لاصحابي. اذا هيدا تطمين دكتور. اذا هيدا عم بتطمن يعني ما بدك تكون متشائم، كيف لو كنت متشائم؟ ما قال لك انا عم بحكي وقائع معلش للاسف يعني. بيقول لك الودائع في المصارف، اول شيء الودائع بالمصارف موجوده. طيب حقيقه، طيب انا راح بروح على المصرف بيقولوا لي ما معنا مصاري، ما في مصاري. طب كيف بتكون اذا موجوده بالمصرف؟ يعني فيني اسحب ودايع انا. وبيقول لك لا ترد بالدولار، بدي ردها بالليره اللبنانيه. طيب انا اذا رد لي اياها بالليره اللبنانيه اليوم، اذا رد لي اياها بالليره اللبنانيه كلها على 3900 دولار بيكون عامل لي هيركات 55%. مزبوط؟ صحيح. الدولار ب 8000. اذا هيدا قصب صغير منها، والباقي اذا رد لي على ال 1005 بيكون عم يعمل لي هيركات ب 75%. منيح؟ وبيقولوا لك ما في هيركات، ما انتم عاملينه للهيركات. هيدا الهيركات المقنع. هيدا هو الهيركات وبعدنا ماشيين، يعني بدها تصير حلاقه على الناشف بعد شوي، مش هيركات. اوكي، طيب. هيدا اول شيء قالوا الحاكم طمنا. بيقول الودائع موجودة بالمصارف، والإثبات على ذلك أنه ما في ولا مصرف فلس. بسم الله عليهم، وما بده يفلسوا؟ ما هن ياخدين كل المصريات، ياخدين البيضة والتأشيرة. وين إن مصرياتنا بالمصارف؟ أخذوا كل المصارف لبرا. وبعدين الملفت للنظر هون والمفارقة أنه كمان بضغط من رئيس الجمهورية، وبضغط كبير مدعي عام التمييز رئيس غسان عويدة، طلب من هي التحقيق الخاصة بمصرف لبنان يجروا تحقيق بالحسابات يلي صار منها تحويلات، خصوصا خلال فترة الرابية اللي كانوا مسكرين فيها البنوك. يعني هي بعد شهر 20. بعد شهر بيردوا بيقولوا عملوا تحقيق بكل الحسابات، وتبين أن ليس هناك شكوك على أي من هذه الحسابات. أوكي، ما في شكوك. هاي التحقيق الخاصة يلي بيرأسها مين؟ حاكم مصرف لبنان، ويلي أعضاء فيها مدعي عام المالي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، وحدا بسموه رابع بطلب وعطوصية من الحاكم كمان. طيب هودي ما شافوا شيء. يعني اليوم بيجي بيقول لك الودائع موجودة، البنوكي الإثبات البنوكي ما فلس. لو كيف بتفلس البنوكي؟ وما بتفلس البنوكي بكل الهندسات المالية اللي عملنا إياها، وفوقا أخذوا كل المصريات اللبنانية، بدك إياهم يفلسوا؟ إذا هيدا إثباتك أن البنوكي ما فلسوا، من شانك تعتبر المصريات موجودين؟ فرجينا وين، اعطينا المصريات اذا موجودين. شو بقول بعدين؟ بيقول، وهذا اللي بيضحك كل المقوله يلي ماشيين فيها لليوم، انه المودعين عطوا مصرياتهم للبنك المركزي، البنك المركزي عطى المصريات للدوله، والدوله اختفوا المصريات. بيقول اكد بان مصرف لبنان لم يقرض الدوله بالدولار بل بالليره اللبنانيه التي يمكن طبعها. يا عمي حاكم مصرف لبنان، طيب وين الانفلاسيون؟ يعني اليوم انت بتقول انا ما دينت الدولة بالدولار. طيب كل هالدولارات ما بعرف قديش بالمية، ماني خبير اقتصادي، بس ما بعرف قديش المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين
هلا بنرجع لهالموضوع لانه في كثير خصوصا الانتر بانكير في بنوك اجانب وادعين مصاري مع بنوك لبنانيه منيح، هودي كله فريش ماني وجايين من برا. طيب كيف اليوم هودي بتيجي بتقول لهم انا ما بدي اعطيكم مصرياتكم؟ ما هودي ما فريش ماني ولا بنوك انتر بانكير. اكثر من هيك، انا اليوم بكره اذا بدي احول 100,000 دولار على لبنان مثلا بحولهم على حسابي، بحطوهم بحساب خاص فريش ماني، فيك تستعملهم مثل ما بدك، بس بالفعل ما فيك تستعمليهم مثل ما بدك، ما تاخذيهم بالقطاره كمان، في قيود، بس اعتبري حولتهم على بنك اكس. ثاني يوم قررت حولهم على حسابي انا، هاو جاييني من برا على حسابي من بنك اكس على بنك اي، بطلوا فريش ماني، صاروا لوكال مالي، بطل فيني امسكهم. شوفي لوين هذا السيستم يعني بيقول لك انه هو ما دين الدوله بالدولار، دينها بالليره اللبنانيه، وهيدي محلوله، انا فيني اطبع ليرات لبنانيه وزت بالسوق. هذا حاكم مصرف لبنان بيقول لك هيك، وبيقول لك انه عم بصر على التعديل القانوني بالنسبه للصينيه المصرفيه لكشف الحسابات. يعني عم بيقول لك مسبقا انه قرار مجلس النواب، كتاب رئيس وزير المالية، كتاب رئيس الجمهورية، شو ما عملتوا روحوا عدلوا للدستور، عدلوا للقانون السرية المصرفية، لا ابقى اعطيكم. طيب انت شايف شي طريقة ممكن يمشوا فيها هلا بتعديل السرية المصرفية؟ شو معناتها؟ بعدين انا صار عندي شكوك على شركة الفارس اند مارسل. ليه؟ طيب اللي هي انسحابها، فينا خلينا رح توقف مع بريك وبنرجع بنفوت بهذا الموضوع، لانه كمان في اسئله طرحت انه ما هي وعدت انه رح تاخذ المستندات بعد 3 اشهر، ليش فجاه انه ما بقى بدها تكمل بهالمهمه؟ رح نحكي عن هذا الموضوع، بس قبل رح نتوقف مع فاصل صغير وبنرجع لرح نبقى سوا. مرحبا عن جديد، من تابع رح نبقى سوا. مثل ما كنا عم نقول ببداية الحلقة، عم نشرح إن كان التدقيق الجنائي المالي، التدقيق الحكومي حتى وتصريف الأعمال، حكومة تصريف الأعمال، هيدا محور رح نحكي فيه جزء كتير كبير مع دكتور خليل حمادة. صعب أو هين ينحكى بهود الأمور؟ لا، ليش صعب؟ إشي هين لما بدك تشرحيها بالقانون وبالدستور، هين كتير تطبيقها أصعب، تطبيقها أصعب لأنه بدك تنتظري بكرة. أنا كنت عم بقول لك قبل شوي صار عندي شك بشركة الفارس أند مارسل، لأنه صار في اجتماع بالقصر الجمهوري وقال أوكي وافق على 3 شهور، أنه خلال 3 شهور بيزبط الأمور بيعطول هذا، وإذ بين ليلة وضحاها قال خلاص أنا بدي انسحب، تفضلوا دفعوا لي 190,000 دولار وأنا ما بدي أمشي. أنا بشك اليوم بعد انه ترجع شركه الفاريز، شو الاسباب؟ ما بعرف شو اللي استبعدوه. هلا في اصوات، في عده تفسيرات، بس ليش خلق عندك هذا الشك؟ لانه هالقد بسرعه يعني بين 23 كانت بتخلص المده، وعلى اساس اجى على لبنان الاربع اجتمع مع الرئيس شو في وراها؟ تنطر. ليش لانسحبت هيك؟ ما ثلاث اشهر تنطر كانت. وانا هلا برجع بقول لك بشك انه ترجع شركة الفارس. ليش؟ لانه بدك تسمعي بكره بيقولوا لك انه ايه هلا صار بدك توقع عقد جديد مع شركة جديدة، وهل حكومة تصريف الاعمال لها حق انه توقع عقد جديد؟ طيب قبل ما نفوت بشركة بحكومة تصريف الاعمال، اول شيء القرار الذي اتخذ بمجلس وزراء ب 26/3 قرار نافذ. يعني اليوم نحن بموجب المادة يمكن 187 من قانون المحاسبة العمومية، بس بحاجة مجلس الوزراء يعطي موافقته على اسم الشركة الجديدة، مش لأنه ليأخذ قرار بتكليف شركة جديدة. القرار متاخد، يعني ما في لزوم لقرار جديد، في لزوم بس أنه يجي اسم الشركة وزير المالية يقول هيدا الشركة اللي عم بتعقد عليها مع هيدا العقد. يمكن يرجعوا يطلبوا رأي هيئة الاستشارات، تشريع الاستشارات بوزارة العدل، بس منا بحاجة لقرار جديد. يعني القرار 26 نافذ كتير منيح. هلا إذا بدي روح أبعد من هيك،
بفوت بموضوع حكومة تصريف الأعمال. فيه بس أسألك شيء دكتور قبل حكومة تصريف الأعمال، ليش نقال أنه قرار مجلس النواب اللي طلع بجلسة 27 بعد رسالة رئيس الجمهورية القرار أقوى من القانون؟ مين يلي قال؟ في يعني طلع بعض من قال واستمعنا، ويمكن التوصية أقوى من القرار كمان، واستمعنا لهذه النظرية. القرار هل له صيغة تنفيذية؟ القانون إذا ما نشر بالجريدة الرسمية وصار له مراسيم تنفيذية ما بيتنفذ. طيب القرار برجع بقول لك القرارات بالنظام الداخلي لمجلس النواب ماني حافظ المادة، يمكن 4 ما بتروح على ما بصير فيها قرارات داخلية بتاخذ قرار مثل ما اعطيتك مثل قرار رفع صانع النائب، قرار تشكيل لجان، قرار استشارة، يعطوا بيصدر قرار، بس هودي لا يخضعوا للطعن من مجلس الدستوري. القرارات لا تنفذ ما إلا قوة، خصوصا انه قرار، ما بعرف اذا لاحظتي، قرار مجلس النواب غير موجه الى عطيته الى صح. مؤسسة معينة او الى يعني مش موجه لحدا لنقول مين بده ينفذه للقرار. تخضع حسابي بالمجهول، ايه تخضع يعني حسابي ايه. يعني انا فيني اقول بدي سلم جدلا جويس انه القرار ينفذ وله قوة انه تتنفذ. طب ما انا من مين طلبت نفذ لي هالقرار؟ من مين؟ بدي روح ابعد من هيك، وزير الماليه هل طلب حدا وجه له طلب هو من حاكم مصرف لبنان ولا تمنى واذا بتامر من بعد امرك؟ يعني اول شيء القرار ما له يعني ما بينصرف بمحل. اليوم شو صار؟ كتاب رئيس الجمهوريه احرجهم كل الأنظار موجهة مين بده يمشي بهذا التدقيق الجنائي ومين ضد التدقيق الجنائي. اللي بده يمشي يعني بده يحارب الفساد، ويلي ما بيمشي يعني هو فاسد. من شانك ركضوا كلهم، ومن شانك صار في مطالبة أن تكون الجلسة علنية وشفافية و و و و يشوفوها كل اللبنانيين. كلهم حكوا راسهم كتير وفكروا كتير، طلعت معهم انه هيك بيضنا وجنا واجتمعنا بسرعة، نسيين وجود المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب واخذنا قرار. طب وين بيصرفوه هذا القرار؟ شف لي وين بيصرفوه، لمين موجه هالقرار، وين بيصرفوه؟ لا معلش يعني يحترموا شوي. اليوم اللي صار بجلسة اللجان المشتركة كمان ما نزل الحاكم كان في نائبه تاني. لا معلش بس حتى اسمحي لي، مجلس النواب مثل ما قال جميل السيد، النائب جميل السيد نائب، كان في اعتراض كثير كبير على هذا الموضوع، ما في احترام للنواب، ما بنحترم مجلس الوزراء، ما بنحترم رئيس الجمهوريه، ما بنحترم مجلس النواب، وبنعمل مقابلات وبنقول مصرياتكم هون ومصرياتكم موجودين، وانا ما بعطيكم اياها بالدولار، بعملكم هركات 50 و60 و70%، وما حدا بيسال. طيب هيدا الوباء الاخلاقي يلي تحدث عنه الرئيس عون. انا كنت عم بقرا يعني معلش في وزراء وزير دفاع يمكن باليابان لانه عم بيتدربوا طيارات حربيه، عملوا اكسيدا قتل طيار جستقال، اعتبر حاله انه مسؤول. وزير بانجلترا بلندن لانه وصل على اجتماع على هيرينج مأخر 10 دقائق، اعتذر وقدم استقالته. كل شيء صار بلبنان، هيدا بدنا سنوات. كل شيء صار بلبنان معلش الحاكم بدي اعتبر انه ملاك له شواني عم بطير منيح مع كل يلي صار. طب يعني اقل هو يقول اخي انا بدي اتحمل المسؤوليه انا بستقيل. بس دكتور هون في العالم بتسال الا يحمل رياض سلامة بس وحده هيدا الوزر، يعني التصويب على رياض سلامة يعني. طب مشي بالتشريع، مشي بالتدقيق الجنائي، شو هدف التدقيق الجنائي؟ طيب انا بدي سلم انه كلهم بريئين، كلهم ملائكة. طيب انا كيف بدي افرق الملاك الصغير من الملاك الوسط من الملاك الكبير من الشيطان؟ طيب مش بالتدقيق ببين معي المعطيات؟ بالعكس يلي بريء مفروض يمشي بالتدقيق الجنائي، يعني يلي ماشي وطاحش بالتدقيق الجنائي هيدا فيك تكوني اكيدة انه ما منه داخل بالفساد،
ويلي عم بحارب التدقيق الجنائي هو الفاسد والمرتكب وهو يلي عم بغطي. لذلك يعني ما لازم تضيع العالم. أوكي الأعلام قوي والإمكانيات المادية قوي قوية ويلي بدك، بس كمان يحترموا زكاة وعقول العالم. هلا لنرجع لموضوع كنا عم نقول ما بدنا قرار جديد، بس يكفي انه وزير المال يقول هيدي الشركه الجديده بيعطوه الاذن بالتوقيع مع الشركه الجديده. بدي اعتبر انه بدي قرار جديد. هل حكومه تصريف الاعمال اول شيء في مبدا عام دستوري بيقول انه ما ممكن يكون يعني تسيير المرفق العام ومصالح الدوله، هيدا مبدا اساسي. يعني لازم يكون في مؤسسه تقوم بهذه المهمه. يعني هالمؤسسة اللي تقوم بهذه المهمة هي الحكومة. إذا كانت حكومة مقالة أو مستقيلة أو فاقدة ثقة مصحوبة منها الثقة أو مؤلفة ولم تنل الثقة بعد، هيدي حكومة بسموها تصريف الأعمال. علما أنه الدستور اللبناني عم بيقول لك مادة 64 لا تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. أول شيء معنى تصريف الأعمال هيدا إلاستيك منه موجود. بعدين حدا يشرح لي بهالشهابسة القانون والدستور شو معناتها بالمعنى الضيق. شو هو؟ طب قديش قياسه؟ 35 36 قديش قياسه هالضيق؟ يعني ماني فهمان. اليوم بموضوع تصريف الاعمال في مرجع بنرجع له كلنا يلي هو في مطالعه لبيير ديفولفي كان موضوع كتير مهم قدام المجلس الدستوري بسانديكا جنرال سانديكا جنرال دي كوتيديان الجيري سنة 1952. بيقول تصريف الأعمال الحكومة يلي مستقيلة أو مقالة أو كذا تقسم إلى قسمين، لزافير كورانت لزافير أورجانت. يعني الأمور الروتينية والعملية يلي الحكومة هيدي لتسير أمور الدولة، وفي أمور الطارئة المستعجلة، وهون بتتأثر هيدي الأمور بالمدة يلي بتضل فيها مدة تصريف الأعمال. لأنه مبدأ تصريف الأعمال هو لكم يوم حكومة مستقيلة يتم تشكيل حكومة، ويعني فيها الكم مش بيطلع لنا بلبنان بيقعدوا شهور 7-8 أشهر 10 شهور. طيب ب7-8 أشهر 10 أشهر 3 أشهر شهرين بيخلق أشياء، أو في مهل بدها تحترم إسقاط مهل، أو في أشياء في بلد بدها تتسير أعماله، في أعمال في عنصر عجلة وعنصر ضرورة وفي مهل يمكن يعني حكومة تصريف الأعمال مجبورة كل ما طالت المهلة كل ما علي حمل أكبر أنه تضطر أنه تقوم فيهم. في بعض الحكومات وهيدي بوجه بتوجه للرئيس دياب في يرجع إذا عنده مستشارين يرجعوا للجمهورية الرابعة بفرنسا الكاتيام ريبوبليك، كانوا أكيد عنده مستشارين كانوا عمدا الحكومة تستقيل، لأنه الحكومة المستقيلة ببطل عليها كنترول من مجلس النواب، ما هي ما بقى في ثقة. شو فيهم يعملوا فيها أكتر شيء؟ يسحبوا الثقة، ما بيكون في مساءلة، ما في مساءلة. يعني مشان يمرقوا أمور ما بتمرق بحكومة شرعية بمرقوها بحكومة مستقيلة. لأنه شو ما بيقولوا، في مثل بيقول اون تو با امور، هيدي شهيرة بفرنسا، إنه ما هيدي حكومة ميتة، شو بتعمل فيها؟ بتقتلها، بتسحب الثقة، يعني معلش أنا ماني شايف إنه الرئيس دياب والحكومة الحالية عم بتصرف أعمال مثل ما لازم. ما يعني ما في تصريف أعمال مثل ما لازم. يعني أنت بتدعي الحكومة هلا تتعمل اجتماع بهذا الموضوع؟ مين بيمنع؟ على إنه تتشوف مثلا إذا كرول يمكن ترجع يهمها إنه تدخل على هذا الموضوع. ما في شيء بالدستور، ما في شيء بالدستور بيمنع الحكومة، وعنا سوابق برا. ما نحن بنرجع لما بدنا ناخذ استشارات بنرجع لفرنسا، لأنه نحن دستورنا من فرنسا. نحن اليوم في عنا سوابق، وبعدين ما في شيء بالدستور بيمنع، لأنه في أشياء يمكن داهمة وأعمال فيها عنصر عجلة وضرورة تدعي أنه تجتمع الحكومة لتاخذ هالقرارات. ما في شيء بيمنع بالدستور الحكومة. أنا بتعجب وشي بيضحكنا بيطلعوا لي بعبارات تعويم الحكومة
او ما بعرف شو عبارات انت بتعرفيهم اكثر مني يمكن. هي التعويم دارجة اكثر شيء انه هناك من يقول بحطوا لها منافخ هيك تعويم حكومه حسان الدياب بحطوا لها منافخ هيك وبيطلعوها وبعموها الحكومه. شو الحكي هيدا؟ ما في شيء اسمه تعويم حكومه. في حكومه استقالت او اقيلت او الفت ولم تنال الثقه او نزعت الثقه عنا. هيدي حكومه بعدها حكومه قائمه عم بتمشي بتسير امور الدوله. الامور الروتينيه ما في عليها اسئله، الامور الضروريه واللي فيها مهل ويلي فيها بالفعل مفروض يتخذ قرارات، اذا قدروا ياخذوا قرارات بالتسيير بدون اجتماع كان به. في امور بتحتم اجتماع مجلس الوزراء مجتمعا لا ياخذوا القرارات. ما في شيء دستوريا بيمنعهم يجتمعوا، والا يتفضلوا اذا حريصين على الموضوع يتفضلوا يراعوا الاسس الدستوريه ووحده المعايير ويراعوا الطريقه الدستوريه اللي بتتطلب فيها الحكومه، يالفوا حكومه ياخذوا الثقه ويمارسوا. مين عم يمنعهم؟ ما بعرف. في كتير عوامل يبدو عم تمنع انه يكون في عندنا حكومه جديده. والله بدي اقول لك شغله، برجع يعني بقول لك كمان هيدي حلوه كتير، هيدي دراسه شهيره حول نظريه تصريف الاعمال لفيرديناند بوسو. من بعد دراسه طويله عريضه بقول لك خلاصتها، بقول لهم لا نوسيون دافير كورانت كو لي جوريست ريشيرش سامبل ات اون نوسيون انتروفابل. يعني هيدي بالقانون الدستوري تصريف الاعمال هيدي نوسيون ما فيك تحدديها، ما فيك تقولي شو هي تصريف الاعمال. كيف بالاحرى لما تقولي له بالمعنى الضيق؟ حددي لي شو بالمعنى الضيق. هذا مثل حكومه نجيب مئاتي، الرئيس مئاتي اخر حكومه، لما بعد 7 أشهر قاعد ما بيعمل شيء، بعد كتاب لمجلس النواب ليسالهم تفضلوا فسولي شو هي تصريف الاعمال، وبعدهم لليوم بجاوبوه شو هي تصريف الاعمال. ليه برايك دكتور في هيدي هاللغط حول هذا الموضوع؟ لأنه هل هناك نية بعدم السير أو تسيير الأمور العاجلة يلي منها الأساس التدقيق الجنائي؟ طب يعني عم نرجع على النقطة الأساسية. إذا بدك إياها شربك إياها بال لا أنا شربتها وبعرفها، أنا بدي العالم يعرف أكثر إنه بس كل هالأمور المستعصية والعراقيل يلي عم تنحط بمجرد سماع حاكم مصرف لبنان بمقابلته على الحدث امبارح. طيب يعني معلش لما يقول للبناني، لولد صغير لبناني شايف بيه، مش للبي، لولد صغير لبناني شايف بيه كل يوم بيروح على البنك بيقعد مثل الشحاد ما عم بياخد ما عم بيدفعوا وما عم بيعطوا مصاري، هلقد في امور مستعصية. وبيسمع الحاكم عم بيقول مصريات الودائع اللبنانيه موجودين بالبنوك ما في مشكله، والاثبات على ذلك ما في ولا بنك فلس وما بندفع لهم مصرياتهم، بس بدفع لهم اياهم باللبناني، لا باللبناني، وحاطط سقوف. لك انا قبلاني اقول لهم عم بدفع لهم اياهم باللبناني، حتى على اللبناني حط سقف للسحوبات باللبناني. طب يبدو عم بتضيق من يوم ليوم ما ولو ما طمنهم يعني ما طمنهم انه لحظه طمنهم قال انه الليره اللبنانيه يمكن طبعها، يعني قد ما بدكم ليرات لبنانيه تعوا لاطبع لكم وخذوا صاحبوا ليرات لبنانيه من البلد. ما في شيء اسمه انفليشن، ما في شيء اسمه ابدا تضخم. دكتور كنا عم نحكي انا وياك تحت الهواء قبل ما نرجع للحكومه واخر مستجدات الحكومه، حسب اذا شو هو تحت لا لا كنا عم نحكي عن لبنان. نعم. يعني الرؤيه للبنان ما رؤيتي متشائمه، كنت عم بتقلي عن تهديم قطاعات لبنان. معلش بسرعه، يعني حكينا السياحه، بسرعة حكينا بسرعة القطاع الطبي، حكينا في مقومات عملوا لبنان يلي نحن بنعرفه، يلي جيلنا ويلي لحديت هلا بيعرف لبنان. لبنان كان مصرف بنك الشرق الاوسط، قطعوا على القطاع المصرفي منيح. قديش بعد بده لترجع الثقه بالقطاع المصرفي بلبنان؟ لبنان كان مستشفى الشرق الأوسط، كل الحكمة عم بتفل من لبنان والمرضات، دواء على 3 ما بقى بتلاقيه. لبنان كان مطبعة الشرق الأوسط وكتاب الشرق الأوسط، والهيدا كانت مع الإنترنت مع التكنولوجيا الجديدة راح. لبنان كان مدرسة وجامعة الشرق الأوسط. اليوم حتى كل الميسيون يلي كانوا يبعثوا مصاري لهون خفت، الجامعة الأمريكية اليسوعية كل اللي بد كل المساعدات خفت كتير، والأزمة المالية والاقتصادية
ما بقى عم تخلي اللبناني يقدر يبعت ابنه على المدرسة يعلمه، وبدون ما نحكي يلي يبعتوا لبرا يعلموا، لأنه شايف الأزمة التلاميذ البرا يلي عم بيناموا بالشارع وبينشحتوا من الجامعات، لأنه ما عم بيقدروا أهله من مصرياتهم يبعتوا لهم مصاري لبرا ليعيشوا. وبرغم أنه يعي بالشوم أصدر تعميم قال 10,000، تعرف شو عم يعملوا البنوكة؟ 10,000. طيب ب10,000 بدك تاكلي وتشرب وتتعلم وتدفعي رسوم الجامعة وتعيشي برا ب10,000 دولار بالسنة. بدي سلم جدلا أنه قبلنا بال10,000، تعرف شو عم يعملوا البنوكة؟ قال ما بعطيكم ال10,000. هيدا إذا نفذ، أغلب البنوك ما بينفذوا التعميم. إذا نفذ عم بيقولوا لك بعطيك اياهم بنقسم لك اياهم على 12 شهر، يعني عم بيعطوك 800 دولار بالشهر. طيب هيدا كيف بده يعني، واغلبهم ما عم بنفسه. بعدين معلش حاكم مصرف لبنان ليجيب مصاري، اخر بدعه هو التعميم 154 يلي بيطلب من المصارف تحث. شو يعني حث؟ كمان افتحي لي هالقاموس. حاس يعني بطلب منك، يعني بطلب منك يا ما بليز فيك تعمل الموضوع، ما فيك تعمله واستفل ماشي الحال. تحس العملاء انه كل اللي حول اكثر من 500,000 دولار يرجع 15% بعد 2017 يرجع 15% والمدراء التنفيذيين والرأسماليين والبيبس وهودي يرجعوا 30%. هيدي اكبر نصبه. لاقول لك ليش اليوم، اول شيء العملاء العاديين يلي حولوا لبرا هودي ولا من واحدا منهم راح يرجع دولار، واصلا ما في مسؤوليه، عم بتحسيهم ما ماشي الحال، ما قبلوا معي كثير منيح، لانه كمان اذا بيرجعوا بيضلهم بحساب على 5 سنين، يعني ما عم بيروحوا المصريات عليهم، عم بيرجعوا بياخذوهم. على كل حال هيدا مطلب اساسا لرئيس الجمهوريه كمان بهذا الموضوع. اسمعي معلش، شو معناته انه عم تطلب من اعضاء مجلس اداره والمدراء التنفيذيين والسياسيين وكذا كل اللي حولوا مصاري لبرا هودي انه يرجعوا 30%؟ هيدي معناتها انه انت السارق مليار دولار، ما بقى عم بسألك كيف طلع مصرياتك لبرا، ما بقى عم بسألك كيف، عم بقول لك تعال رجع 30% منهم لهون، بس انتبه ما عم بيروحوا عليك، عم بتحطهم بحساب خاص وبترجع بتاخذهم بعد 5 سنين. بس معناتها عم بعطيك براءة دمة اولا على 70% يلي الفرق يلي بقيوا معك، وعم برجع لك 30% بعد 5 سنين، وعم بعطيك براءة ذمة على الطريقة يلي طلعت فيها المصريات وعن مصدر المصريات وكيف جبت المصريات ومن وين جبت المصريات. يعني هيدا عم تعطيه براءة ذمة لكل يلي الفاسدين ويلي نهبوا المال العام ودهروهم لبرا. هيدي هو انا برايي، يمكن يكون غلطان، هيدي انا قراءتي للتعميم. اكيد في وجهه نظر يعني بتخالف. انا معك بهذا، بس شو النسبه يلي بالحس بدها ترجع فلوس؟ مثل عم نرجع لفعل الثمن، يعني منشان هيك برجع بقول لك، اليوم كل ما تقري، ما انا ليش يلي عم بخليني اقول هيك؟ لانه انا صرت بالمبدا عم بنطلق سلبي، لا اتفاجأ انه في شيء ايجابي. من هيك كل شيء عم شوفه، قرارات، تعاميم، كتب، مراسلات، كل شيء عم بقرا، اذا لاحظتي عم بقرا بين السطور شو يلي ناقص وشو النية وشو الفاصلة وشو المغزى، منه. طيب انا شو منتظر يرجع؟ طيب يلي حول لبرا 1,000,000 دولار، هيدا يمكن اشترى فيهم بيت، يمكن اشترى بضاعة صرفهم، طيب هيدا كيف من وين بده يجيب يرجع لك 15%؟ يلي ممكن يرجع لك 15 و30% هو يلي بدهر مصرياته بطريقة مشبوهة وبده يبيض صفحته، بيقول لك أنا برجع 30%، ماشي الحال، سرقت مليار، خذ بدينك 300 مليون، تعطيني اياهم بعد 5 سنين، وعطيتني براءة ذمة على الباقي. تقريها غير هيك بتكون فوتت مصاري. مظبوط، القراءة والتشريح اليوم ملكك، فوتت مصاري. لذلك الدواء لهالمواضيع كلها تدقيق هو التدقيق الجنائي. اذا ما مشينا بالتدقيق الجنائي مثل ما قال الرئيس، مصمم لانه هيدا الباب الوحيد للاصلاح ولاصلاح الدوله. بترجع نرجع على الرئيس ماكرون، اذا مظبوط بدهم
يقوموا بالدولة اللبنانية ويساعدوا لبنان، كل هذه المؤتمرات وكل اللي عم بيصير انه تساعديه بمليار ومليارين وهذا كله بيروح بعدين ما على شيء. اليوم عم بيقولوا ما بقى عنا ثقة مضبوط معهم حق بالدولة اللبنانية انه هي تدير هالأموال، بس انا كمان ما بقى عندي هديك الثقة بالاو ان جي يلي، لانه شفنا من بعد مرفق بيروت في كتير ناس عم تسأل عن هذا الموضوع، عن الملايين يعني اللي قبل مرفق بيروت ما بيجوز التعميم، بس اكيد في علامات استفهام يعني على يعني انا كتير اليوم امور بهذا الموضوع حول المنظمات غير الحكومية. تدقيق جنائي بيطال الكل ولينقي المنيح من العاطل، ما فيني امشي باي اصلاح وما بيمشي وراء اصلاح. اذا بدهم يعملوا اصلاح مزبوط هالدول وخصوصا الرئيس ماكرون، الاصلاح له باب والباب هو التدقيق الجنائي. لا هن على كل حال هن مصرين على هذا الموضوع عم بيطالبوا فيه كمان، هو المدخل الاساسي هو اللي عم بيطالبوا فيه صندوق النقد الدولي، هو المدخل الاساسي لبرنامج المساعدات. يعني اذا ما في تدقيق جنائي ما في اصلاحات ما في مساعدات، كيف بدك تقومي بالدوله؟ هيدا السؤال. هلا انت قلت انه متشائم نوعا ما، عددت الاسباب وانه في هالتكتل لرفض هيك. اكيد اليوم تكتل لرفض التدقيق الجنائي وعدم السير بهذا الموضوع، ويبدو انه هناك عراقيل ستوضع بعد بوجه هذا الموضوع على الرغم من انه الرئيس مصمم على تنفيذه مهما كلف الامر مثل ما قال. بس هاي الصوره نوعا ما التشاؤميه يلي ما بدنا نتخبى وراء اصبعنا موجوده عند قسم كبير من اللبنانيين، لانه الوضع كله هيك حتى من 17 تشرين لليوم في هيدي النزله الكثير قويه اللي نزل فيها لبنان اقتصاديا ماليا اجتماعيا. هذا شيء واضح. شفتي الارتيكل تبع واشنطن بوست عم بيقول لك انه 50% من اللبنانيين رح يصيروا تحت خط الفقر. اي اليوم في 25%. هيدا طيب اليوم بتقولي لي هيدي النظره التشاؤمية، مش هيدي نظره واقعيه بتاريخ اليوم، ان شاء الله بكره نتفاجأ انه يصير في هي واقعيه ولكن تشاؤميه. بس انا بدي كمان بعد معي دقيقتين ثلاثه كمان بدي اقرا جمله قالها اليوم الرئيس عون بكلمته خلال مؤتمر الدوله الثانيه لمساعده ودعم بيروت والشعب اللبناني، ان لبنان ايضا لا يعرف المستحيل وتاريخنا يخبر اننا شعب لا يتعب من النضال ليحافظ على وجوده. أنا كنت بدي أنهي بهاي الجملة. ما نحن عم ننهي. إيه كنت بدي أنهي بهاي الجملة لأنه هيدا الرئيس عون على طول يعني عحفة الهاوية بتلاقيه لقى طريقة يجلس الأمور، وظابط مدفعية يعني عنده استراتيجية وبيعرف كيف يظبط. ولما يقول لبنان ما في شيء مستحيل، أنا نظرتي يلي كنت عم بقول لك اياها التشاؤم هو القائم اليوم، بس بوجود الرئيس عون ان شاء الله وبهالفتره يلي بقيت له الامل والرجل، يعني نحن الامل نقدر نجلس ونقدر، وخصوصا هو بيعرف انه، وانا اكيد يلي بيقوله الرئيس عون بيقول انه لبنان ما بيعرف شيء مستحيل، انا بوافقه هالراي، وان شاء الله انه نقدر نطلع من هالازمه. بس برجع بقول لك مثل ما قال هو، يعني مع انه في صعوبة كثير كبيرة، في مطبات عم بيواجه امور في مواجهة كبيرة شرسة. بس كمان حكي قبل ما نبلش البرنامج سمعنا لخطاب وكلمة للرئيس. انا جاي سمعت شوي على بالسيارة، مش بس بفرنسا، ب 26 كمان كان له كلمة، عدا عن الحديث عن الوباء الاخلاقي يلي سألتك عنه، انه هل نحن هلا عم نشوف كمان وباء اخلاقي ربط بين وباء الصح كورونا، قال انه نحن نعيش كمان بالمجتمع اللبناني عم بيكون فيه هذا الوباء الاخلاقي والوباء الفساد تحديدا، بس قال الرئيس انه ضميري مرتاح. ليكي لما الرئيس عون يطلع بمقابله مع ريكاردو كرم ويقول انا مستعد انه استقيل واترك السياسه، ولما الرئيس بيطلع ليلة عشية عيد الاستقلال بيلقي هالخطاب هيدا، أنا يلي بقول أنا مستعد استقيل إذا ثبت أي سبق فساد سبق على أحد من العقوبات عائلتي أو من يحيط من العقوبات بي. قديش حكيوا ما قدروا يطلعوا دليل واحد على الوزير بسيل، على الوزير بسيل، برغم أنه ما حدا كان ينتظر، كان منتظر يكون عنده هالموقف الوزير بسيل المواجهة اللي عملها،
وبرغم أنه الدولة اللبنانية بشخص وزير الخارجية طلب رسمياً الأدلة والإثباتات، هيدا ثبت أنه يلي قاله أنه واثق من يلي عم بيقوله رئيس عام. شخص بهالثقة، ثقة بحاله، وشخص يلي بيطلع بيعمل هالخطاب ليلة عيد الاستقلال، وأنا يلي بعرف الرئيس عون كيف بيتعامل وكيف طريقته بتسوية الأمور، فيني أقول لك أقله من هالجهة هيدي بعد عنا شوية أمل. بيعطيك أمل كلام الرئيس عون؟ عم بقول لك مثل ما بيعطي اللبنانيين يلي عندهم هذه الثقة، مثل يلي عم بقول انه اليوم نحن نشبه 13. بدي اختم بدقيقة، نحن اليوم كل شيء عم بيصير يشبه 13 تشرين 1990، مش عسكريا اقتصاديا بس. اكيد اقتصاديا، واشرس، هيدا اشرس من العسكريا، لانه العسكريا بتتخبي من القنبلة ومن الرصاصة، من الاقتصاد ما فيك تتخبي بمحل. بس برجع بقول لك يمكن لانه انا بعرف، يعني بعرف يمكن كيف فخامته بفكر، وبعرف الطريقة اللي بيتصرف فيها، بقى من شان هيك عندي أمل إن شاء الله إنه يقدر يجلس الأمور إذا خلى. بدي منك كلمة أخيرة للبنانيين، هي كلمة بعيداً عن هي كلمة بالرغم نحن وصفنا الواقع، بس الكلمة للبنانيين ما يفقدوا الأمل، ومثل ما قال لهم الرئيس توجهوا للمكان الصحيح، لا يعني يقوموا يساعدوا ويتوجهوا بالطرق الصحيحه للمكان الصحيح، لا اذا بدهم يجلسوا الامور مش بالطريقه اللي صارت فيها لليوم، يواكبوا للرئيس بهالاصلاحات، وبتصور هيدا الامل اللي بيوصل. ومثل ما قال ما في شيء مستحيل، يعني انا الشق التشاؤمي كان شق توصيفي للوضع للواقع يلي نحن عم نعيش فيه يوميا، ولكن أكيد. ولكن بظل هالاراده يلي عند رئيس الجمهوريه بالاصلاح ومحاربه الفساد، ويلي بالنسبه له ما في شيء مستحيل، بقى هذا بيعطينا امل. انا على هذا الامل يلي عن جد لازم دائما نكون هيك مكماشين فيه، لانه حتى الرئيس عون كمان بيقول انه نحن ابناء الرجاء بهذا الموضوع، مر كثير على لبنان، شفنا كثير امور بلبنان، ويمكن بعد نشوف أسوأ اذا رايحين بهذا المسار هالقد المتحكم، هذه المنظومه المتحكمه بعد يمكن عندها هالمخالب عم تقدر اكيد تغرز بعد في ارانب، في ارانب كثير بعد. حلوه خبريه الارانب. ما بتعرفي الارنب لما هيك بتطلع ارنب من هون ارنب من هون كذا. يعني ليكي بدي لك شغله، اهم شيء اهم شيء انه يفهم المواطن شو عم بيصير، وان شاء الله نكون الليله نحن قدرنا نشرح شوي شو عم بيصير وين نحن وشو عم نواجه، وان شاء الله انه المستقبل يكون زاهر احسن ان شاء الله. على هذا الامل انا بدي اشكرك دكتور خليل حميدي على هالتشريح اللي عملناه اليوم، تشريح سياسي كمان مش بس قانوني ودستوري. شكرا لك على وجودك معنا اليوم. بدي اشكركم مشاهدينا لمتابعتكم حلقه رح نبقى سوا ان شاء الله، نكون جاوبناكم على بعض الاسئله، في كثير امور بعد اكيد في اجوبه ناطرينا عليها بحلقات ثانيه ان شاء الله. هلا بننتقل لبرنامج على المكشوف، شكرا للمتابعه.